6 منذ لحظات أحداث الشوط الأول بين النادي الأهلي والترجي في أولى مباريات دورة المجموعات التي وقع فيها الأهلي مع الترجي. انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين الفريقين. الأهلي مش ده لعبه اللي معودنا عليه، الأهلي مش ده الخطورة اللي احنا متوقعينها من خط هجومه. الدفاع لحد ما متماسك النهاردة، الترجي هجومه شرس جدا في الهجمات القليلة اللي عملها، قدر ان هو يعني يثير الرعب في جماهير النادي الأهلي المتشوقة لفوز النادي الأهلي، لان الفوز هيريح كتير قوي النادي الأهلي في المجموعة. عمرو السولية يعني تمت إصابته وخروجه، بيحاول هنا حسام البدري لازم يكثف الهجوم ويشد شوية من خط الوسط لأن الأهلي يهمه الفوز. وهنتابعكم في أحداث الشوط الثاني بإذن الله عما هو جديد في أحداث وسير المباراة.